والدته طبعا يعني قابلتها من حوالي شهر، حالتها صعبه جدا لانها فقدت ابنها وما تعرفش لحد دلوقتي مين السبب. كل الناس اللي بتموت محدش يعرف هي بتموت ازاي ولا في 18 طالب، في 18 طالب على مدار هذا العام راحوا ضحايا لهذه الاحداث المرتبطه بالعمليه التعليميه. نبي يا محمد تجاوبني على السؤال ده. دكتور، الطالب اللي داخل للعلم داخل الجامعه معاه خرطوش ليه؟ ومعاه سلاح ابيض ليه؟ ومعاه مونيتوف ليه؟ ومعاه عصايه في اخرها انت عارف الماسوره اللي ابتكروها جديده اللي بيستخدموها زي البندقيه اللي راسه دي، داخل بهم ليه؟ يجاوبني. انا داخل من سمح له بالدخول بهم الى حرم الجامعه؟ لا يمكن احد يمنعه. ليه يا فندم؟ انت امام 300 400 داخلين وواحد حرس من بتوع الايه الحرس الاداري واقف، حطيتي ضفدعه في حنك سابق الحرس، الضفدعه ده هو بتاع مين؟ سحلوه وخطفوه، ادي الامن ده اثم صاحب الفكره دي وربنا هيعاقبه لانه جاب الضفدعه وحطها في حنك سابق. 300 400 داخلين هيقدر يفتش ومسلحين ومسلمين. محمد يجاوبني ليه الطالب اللي بقول عليه ده اللي بيدافع عنه ده داخل بخرطوش في ايده، داخل بالماسوره اياها اللي بتستخدم خرطوش، داخل ليه بسكينه، داخل ليه بالبلوتوف؟ يجاوب محمد. ممكن وزير الداخليه ليه يحرق عربيه رئيس الجامعه؟ ممكن ليه يحرق اسطول العربيه؟ طبعا خلينا محمد رضا على حاجه بس، ممكن وزير الداخليه يجي يقول ان انا قررت انا قوات الامن بتاعي ماليش دعوه بالجامعات واللي يحصل فيها، اتفضلوا انتوا سيطروا على المشهد، انا عندي تاني مشهد متعلق بالارهاب الموجود واللي بيقول ان الداخليه ما تتدخلش يتفضل يحلها هو. طيب بالنسبه لسؤال حضرتك يا دكتور، بالتاكيد ما بتكلمش على طلبه شايلين سلاح لان دي جريمه وبيعاقب عليها القانون، ما بتكلمش على طلبه بيعتدوا على مشاهد لان دي جريمه بيعاقب عليها القانون، والسبب في ده ان الناس بتقول بهذا. يبقى اذا دول يعاملوا بالشرطه زي ما استاذنا بيقول، اذا لان لازم يبقى في منظومه امنيه على بالشرطه، لازم يبقى انا اقدر اواجههم، لازم استاذهم يقدر يواجههم، انا الامن الاداري يقدر لازم يبقى في منظومه امنيه قادره، لازم يبقى في منظومه امنيه. طيب لازم يبقى في منظومه امنيه، لازم يبقى في منظومه امنيه بتحمي الطلبه وبتحمي العمليه التعليميه وبتمنع اي اختلاط وبتمنع اي مشاكل، لازم يبقى في منظومه امنيه حقيقيه، وده اللي بنتكلم فيه بقالنا سنه وتاجيل في تاجيل في تاجيل وما بندفعش. محمد، مساله الفصل يا محمد اللي انت متوقع انها يمكن ان تحدث على الارض هي مساله خياليه من وجهه نظر البعض في المواجهات. انا لو عندي بوابات انت مش عارف مين فيهم اللي معاه ومين حلو قوي.